السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم متابعينا من كل مكان بفيديو جديد من قناة يوميات أسرة عصرية. ازيكم؟ عاملين ايه؟ احلى متابعين، يا رب تكونوا دايما بخير. وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو النهاردة ان شاء الله الفيديو هيكون سريع وسهل. هنعمل بقى مشروب جميل جدا كده في الصيف والحر ده، والاولاد كلهم هيحبوه باذن الله. تحاولوا كده تعملوا اولادكم حاجة كويسة، بحيث ان انتوا بتكافئوهم مثلا مع حاجة معينة بيعملوها او حاجة كويسة بيعملوها، فتعملوا لهم المشروب الجميل ده هيحبوه جدا وسريع وسهل و مكوناته موجوده باذن الله. هنعمل ميك شيك اوريو. المكونات معايا عندي هنا ايس كريم بالفانيليا، عندي بسكويت بشوكولاته، عندي هنا اوريو. اي بسكوت بالشوكولاته موجود عندك، مش شرط اوريو يا جماعه. وعندي هنا استخدم شويه حليب وفانيليا، وعندي هنا نسكافيه سريع الذوبان. ممكن تستغني عنه، ممكن تضيفي مثلا صوص شوكولاته، كاكاو لو حابه، اي نوع نسكافيه. هنجيب دلوقتي الخلاط. الخلاط عندي اهو، هضيف هنا هضيف الايس كريم وهضيف البسكوت. عندي هنا حوالي الايس كريم يا جماعه حوالي كوبايه كبيره من الايس كريم. هضيف عليه 5 من الباكت من الباكو بتاع الاوريو ده. الاوريو ده اللي هو فيه 3، مش الكبير يا جماعه، يعني انت شوفي بقى كده، يعني الكيس ده فيه 3 وحدات من البسكويت. فانا هفضي عندي 5 اكياس من البسكوت اللي فيه 3 قطع، يعني العبوه دي فيها 3 قطع من البسكوت. لو عايزه تكسري شويه مثلا بحيث ان هو يسهل عليكي في الفرن. خلاص كده حطيت الايس كريم وحطيت البسكويت، حطيت البسكوت والايس كريم. دلوقتي هضيف حليب، هضيف شويه. بصوا بقى يا جماعه السمك اللي انت عايزاه، حابه يكون مثلا وسط تقيل خفيف، فاللبن ده في ايدك بقى. تمام، هنضيف كده حوالي نص كوبايه، وهضيف هنا شويه فانيليا. بسم الله، عشان طبعا اللبن اللي احنا حطيناه. واضيف معايا كده هنا الكيس الصغير ده من القهوه سريعه الذوبان. زي ما قلت تقدري ان انت تحطي صوص شوكولاته او كاكاو او اي نوع نسكافيه، او تقدري ان انت تستغني عنه خالص يعني تخليه ابيض. وهضيف هنا سكر بس شويه صغيره جدا. نراعي ان الايس كريم اساسا عليه سكر وان البسكوت نفسه عليه سكر. تمام، انا هخلط بقى دلوقتي. خلطته معايا كده، القوام معايا مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده بجيب بقى الكاسات، هبص القوام كده تمام. انت بقى تخفي تقلي تزودي، فخلي اللبن ده بقى ايه حسب حريه كل واحد. بعد كده بقى هزود بكريم شانتيه، عندي شويه كريم شانتيه كده فايدين عندي، كنت عامله تورته للاولاد. وهزود كده ببسكوته عشان يبقى معروف ان ده ميلك شيك اوريو. والمشروب كده جاهز معانا، حاجه جميله قوي ومنعشه في الصيف ده، وحلو قوي للاطفال يفرحوا بيها. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على خير يا حبايبي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.